ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى مصر على رأس وفد من قيادة الحركة. وأوضح بيان صادر عن الحركة أن الزيارة تأتي بهدف إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان. وتعد هذه الزيارة هي الثانية للحركة إلى القاهرة في أقل من شهر، حيث وصل وفد من الحركة في 8 فبراير برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية في جولة من المفاوضات بهدف التهدئة في القطاع، وذلك تحت رعاية مصرية قطرية.